اهلا وسهلا بيكم مره تانية. طول الوقت وانا داخل على الفقره دي قاعد يزن في دماغي كان في اغنيه زمان مش عارف لمين، اهل الحته يا اهل الحته، انتوا فاكرين؟ طبعا الحته يا اهل الحته. ايوه. طب فاكرين الاغنيه بتاعت مين؟ صعب. طيب اللي يعرف المشاهدين يبقى يقولوا لنا. برحب بضيوفي مؤسسي مبادره تعايش اهل الحته، واهل الحته هم اهل مصر، اهل الناس الطيبين اللي عمرهم ما عرفوا مين مسلم ومين مسيحي، والفقير والغني كانوا عايشين مع بعض، والمريض والسليم وذوي الإعاقة، وكل الناس كانت عايشة في مجتمع مختلف. إيه اللي حصل للمصريين وبقت الحتة الواحدة متقسمة 500 حتة؟ ضيوفي هم اللي هيجاوبوا على السؤال. برحب بالدكتور محمود رشدي أستاذ نظم المعلومات، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أستاذ شمعي أسعد الكاتب والمدون، نورتني. أستاذ باسم ماهر مدير مشروعات بمركز قطب للنمو الإنساني، أهلا وسهلا. أستاذ أميرة أبو الحسن مدير مركز الوساطة لتنمية المجتمع، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. انتوا ازاي اتجمعتوا كده يا دكتور؟ اهل الحته بقى، اهل الحته لازم يبقوا كده. جبتوها ازاي؟ يعني الفكره ازاي انتوا كل واحد في اتجاه في شغلانه مختلفه ما بيجمعكوش عمل، انتوا الاربعه اسكندرانيه؟ ايوه. فازاي اتجمعتوا ونشات الفكره ما بين حد مسلم وحد مسيحي؟ حد واحده محجبه وواحد مسيحي، مش يعني ومعانا واحده مش محجبات ومواطنين ومعاكم مش محجبات ومعاكم كله، فازاي جت؟ ومعانا سلفيين ومعاكم سلفيين وهنكلم حد منهم ان شاء الله، وانا من اهل الفتوى من الازهر. نعم. ازاي اتجمعتوا؟ ما تشرح يا بس الحكايه دي احسن. اشرح يا بس. هي انت اللي داخل عايز تبقى مذيع. لا خالص يعني ما استجريش. واضح ان انتوا هتساعدوه علشان انا اروح بعد كده. عندك فرصه، خد الميكروفون والكاميرا بتاعتك اهي ويلا استكمل. لا يا ريت بص للكاميرا. طيب هي الموضوع ابتدى في من 2006 واحنا شغالين على موضوع العنف اللي واخد بعد طائفي والنزاعات الطائفيه وغيرها، ولكن كان شغلنا زي شغل اللي بيحصل حاليا اللي هو شغل مشكور ومجهود لابد منه، بيت العيله والازهر والكنيسه، وكنا بنشتغل على اللي ما يسمى كنا مين؟ احنا مثلا كل الهيئات سواء على مستوى فردي او على مستوى اشخاص عايزه تشتغل، يعني احنا في مركز حطب شغالين في موضوع حوار الاديان من 2006. نعم. بس كنا شغالين على مستوى بيسموه الدرء الهيكلي، يعني احنا بنحاول نمنع العنف او نمنع النزاع بس على مستوى هيكلي. يعني ايه هيكلي؟ يعني ان الناس تكون فاهمه بعضها، ان الناس تكون بتحب بعضها، قبول الاخر، ان ما يبقاش عندي يعني انطباع خاطئ عن الاخر، عندي معلومات مغلوطه، مفاهيم خاطئه عن المسلم والمسيحي وهكذا. فكنا بنحاول نقرب من خلال هذه الطريقه يعني. ولكن بالذات بعد 2011 وبعد الحاله الامنيه وبعد ما ظهرت فكره اللجان الشعبيه وازاي الناس تصدت يعني لموضوع الامن بواسطه اللجان الشعبيه، وفكره النزاعات الطائفيه او نزاعات ذات البعد الطائفي والعنف في دول بعد الطائفي اللي زاد قوي، ففكرنا ان احنا عايزين نشتغل في مساحه تانية مش مجرد مساحه الدرء الهيكلي، ولكن حاجه بيسموها الدرء التنفيذي. يعني بالظبط كده زي راجل المطافي او زي مثلا في الاستوديو هنا الحاجات الخاصه بانذار الحريق. نعم. ان في حاجات بتشم الدخان دي بنسميها المؤشرات، بتتوزع في اماكن معينه، وحاجات بتتعامل مع الدخان بترش ميه لو في اي حريق، دي بيسموها الاستجابه المبكره. ففكرتنا ان احنا بنحاول، وده مش ابداعنا يعني، بس احنا اللي داخلينها في مصر بحكم دراستنا في موضوع دراسات السلام والنزاع، ان احنا بنحاول ان احنا حريقه وهي لسه صغيره او في علامات بتقول ان احتمال في حريقه تحصل نتدخل سريعا ونطفيها. فالمبادره ابتدت بثلاث هيئات، مركز حطب النمو الانساني، جمعيه وساطه لتنميه المجتمع، والجامعه اللي كنا ندرس فيها بره اسمها جامعه دراسات السلام التابعه للامم المتحده. طب بتدرسوا فيها فين؟ كوستاريكا. كوستاريكا. كوستاريكا جامعه متخصصه في دراسات السلام والنزاع. نعم. الماجستير. بس فالثلاث هيئات دي اجتمعت مع بعض وقررت تيجي من اسكندريه بحكم ان احنا كلنا اسكندرانيه. نعم. اسكندريه دايما رائده زي ما حضرتك عارف طبعا. وبالفعل الفكره كانت ان احنا نكون فريق اهل الحته، وعشان فريق اهل الحته يبقى فريق متكامل يبقى لازم تكون شخصيات مختلفه بتمثل حاجات مختلفه في المجتمع. فكان معانا ذراع اعلامي. نعم. ذراع امني وزاره الداخليه كانت ممثله، ذراع من الازهر، ذراع من الكنيسه، وشخصيات مؤثره في اسكندريه زي الدكتور محمود، زي الاستاذ شمعي، ومعنا مثلا احد مؤسسي اهل الحته الاستاذ محمود مأمون، ده رئيس رابطه سائقي الميكروباص في الساعه اللي هي بتغطي مساحه كبيره جدا من اسكندريه من الساعه لمحطه مصر. نعم. فكان فيها تنوع ممتاز، ودي فكره، دي ببساطه فكره اهل الحته ان احنا نلحق الحريقه قبل ما تولع او لو في مؤشرات انها تكون حريقه. وبعد كده اتعمل فريق تاني اهل الحته في المنيا واهل الحته في نجع حمادي. هناخدهم واحده واحده.
هرجع لك تاني يا دكتور محمود. اهلا وسهلا. ايه انواع الحرايق اللي شفتوها؟ يعني بالرصد كده كنتوا شايفين حرايق فين؟ كان باين ان في نوع من انواع الحساسيه اللي موجوده بالذات في الريف، بالذات في المنيا، بين المسلمين والمسيحيين، في استغلال لهذا الموقف وضغط في هذا الاتجاه. اي حاجة تظهر نتيجة مش عارف حد مسلم مش عارف هيجوز واحدة مسيحية او واحدة مسيحية مش عارف هتعمل ايه، اي حاجة من الحاجات دي كانت بتسبب نوع من انواع الاحتكاك. فكان لازم يبقى فيه زي ما بس قال ان يبقى فيه سنسورز، يبقى فيه حاجات حساسة تلقط الموقف ده او تتوقع او تتنبأ بوجود الازمة وتبتدي قبليها تشغل الأزرع المناسبة على أساس إن احنا نطفئ هذا الحريق قبل بدايته. فبنحاول إن بتطفئها إزاي؟ يعني ما هي الخطوات اللي أنا أهل الحتة شافوا إن في اشتعال في المنيا أو المنطقة مؤهلة للاشتعال؟ أيوه. هل بتروحوا تقولوا الكلام اللي بيتقال يا جماعة احنا نسيج واحد وقطبي الأمة والهلال والصليب والكلام اللي ما جابش نتيجة على مدى عشرات السنين حتى الآن بيطلعوا ساعة التصوير بعد ما الحريقة تكون أكلت اللي أكلته؟ بس احنا بنحاول ده يبقى فيه قبل هذا الموقف، يعني قبل ما تحصل الحكاية لازم احنا نكون متنبئين بها. طبعا لو حصلت الكارثة أو حصلت المشكلة الفعلية احنا ما بنتدخلش خلاص، او تدخلنا يبقى محدود جدا. لكن قبل الموضوع لا، احنا بنروح بنعمل اجتماعات، بنحضر، بنعمل لقاءات، بنتواجد، بنتواد مع بعضنا، بيبان اسلوب التدخل، بيبان اسلوب الاقتراب. نعم. طريقة يعني لما يلاقوا مثلا ان معانا عضو لجنة الفتوى في الاسكندرية، هو قاعد وبيتكلم وقاعد مع شمعي وقاعد معايا وقاعدين بنتكلم، انا بتكلم من ناحية العلم، شمعي بيتكلم من ناحية تانية، بس بيتكلم من ناحية سيادته، بيتكلم من ناحية محمود مأمون سائق لما يكون ده احنا معانا، يقول لك طب ما كل انواع وكل الطبقات وكل الـ 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 الحساسيات غير موجودة وكلهم بيتفاهموا عادي وبيتكلموا عادي. حضرتك اصل اسكندرية بتحاول دايما تقدم نموذج. نعم. النموذج ده لازم اللي كان هدفه الرئيسي التعايش، ان ازاي كلنا نتعايش مع بعض وازاي كلنا نقبل بعض. نروح المدارس بنحاول ندي نوع من المحاضرات، بتروح للاطفال والطلبه في المدارس وتتكلموا معاهم؟ طبعا. إيه وزاره التربيه والتعليم بتساعدكم في ده؟ احنا عملنا يعني في تجربه محدده عملناها كانت في دمنهور، في جامعه دمنهور. نعم. ودي كانت تجربه تعتبر يعني حصدنا نتيجتها في لحظتها. يعني احنا كنا رايحين كاهل حته، كان المنصه قاعد عليها دكتور محمود رشدي وانا وباسم ودكتوره فايزه سقر استاذه في الجامعه هناك، والشيخ احمد ابراهيم ده من امين لجنه فتوى في اسكندريه، ومعنا صديقنا وليد اللي هو السلفي. وكانت صدفه ان هي كانت زي الايام دي كده في مناسبه اعياد المسيحيين. احنا بنتكلم طلبه يعني طلبه من دمنهور، اغلبهم قادم من الارياف، يعني التدين السلفي واضح في طريقتهم في الكلام. كانت اول حاجه قالوها لا احنا ما نقدرش نعيد على المسيحيين لان هم بيؤمنوا بحاجات احنا ما نقدرش نؤمن بيها، ودول كفره ومش كفره. دي كانت البدايه. واحنا قاعدين ابتدينا نكلمهم بهدوء واحده واحده كده، الشيخ احمد يكلمهم وصديقنا وليد يكلمهم، دكتور محمود، دكتوره فايزه، باسم، انا. التنوع في الاراء من مصادر مختلفه، يعني في ناس بتبقى بتمشي مع الفكر المعتاد، الفكر الازهر، بانه ده ما فيش مانع انك تعيط. طيب ما في ناس بتميل للفكر السلفي، فمعناه وليد يرد عليهم. نعم. فالتناغم ما بين الاثنين، والاثنين بيقنعوهم بانه ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حاجه تقرا يعني تجرح العقيده في انك تهنئ الناس. عملت رد فعل ايجابي، وانا يعني في النهايه حتى بقول لهم يعني انا ممكن انا كمسيحي اقول لكم فتوى من الاسلام نفسه، انه إيه الاسلام نفسه بيقول انما الاعمال بالنيات. هل انت بتعيد عليا بتجرح عقيدتك ولا بتشاركني مناسبه اجتماعيه زي الفرح، زي النجاح، زي اي حاجه؟ نعم. فالتناغم
من المفارقات اللطيفه يعني انا بسال الشيخ احمد بقول له تنفع فتوى؟ قال لي تنفع فتوى خلاص نزلها باسمي. فبعد الندوة فوجئت بكلهم اللي كانوا رافضين وقابلونا مقابله جافه في الاول كلهم جم عيدوا علينا كلنا وخدنا نتيجه مباشره يعني النتيجه اللحظيه في ساعة واحدة الدنيا اتغيرت. بنعيد عليك اهو على الهوا كل عام وانتم بخير وكل اخواتنا المسيحيين بخير. اميرة بنت في من اهل الحتة دايما بتبقى المشكلة في حتة المسيحيين والمسلمين وان كان عندنا حتت كتير دلوقتي ما بقتش مسلمين ومسيحيين بس بقى اخوان وسلفيين وجماعة اسلامية وانصار بنت يهودة اتفتتت قوي. بتشوفي اغلب المشاكل اللي بتيجي بيكون فيها طرف بنت او امراه بتبقى ايه؟ هي طبعا مشهوره قوي بالذات في الصعيد الفتره الاخيره ان فكره بنت مثلا مسيحيه هربت مع ولد مسلم او العكس بنت اسلمت او الكلام ده دايما بتبقى البنت محطوطه مشكله او اللي هي فكره الحاجه الشراره بتايد الفكره المشكله يعني. حقيقة هي مشكلة ممكن بتحصل بين أي أسرة أو بين أي مجتمع بس الفكرة إن لما بيكون دايما في طرف مسلم ومسيحي زي أي مشكلة بتبدأ تاخد تتشكل بصورة طائفية أو بصورة هي تاخد طبع المشكلة النزاع الديني. إحنا هنا كانت الفكرة في كده إن إحنا بغض النظر بنت أو مش بنت بس إمتى نبدأ نتدخل. نعم. إن إحنا نبدأ دي كان دورنا إن إحنا نبدأ نتدخل لما يبقى في النزاع فردي إن إحنا نمنعه قبل ما يوصل للمرحلة اللي هي الطائفية. نحن هنا هل نجحتوا في حاجه زي كده؟ فعليا ممكن دخلنا في مرحله في مثلا كانت مرحله العمليه لا في اكتر من حاجه بالذات في المنيا تحديدا لان المنيا من يعني المحافظه الاعلى في نسبه العنف ضد البعد الطائفي يعني على مستوى جمهوريه مصر العربيه وفريق اهل المنيا حرام من ساعه ما تشكل وهم شغالين لغايه يمكن الاحداث الاخيره من لغايه 14 اغسطس وهي الفكره ان كل فريق المفروض في كل محافظه بيشكل المؤشرات بتاعته بيصمم المؤشرات بتاعته فمثلا المؤشرات بتاعت المنيا لو سمعنا عن خطف اطفال او سمعنا عن اشاعه ان في بنت اختفت حتى لو مش بضروره انها مع مسلم او مسيحي او حاجه زي كده فكره ان بنت اختفت احتمال على طول تطلع حاجه طائفيه فكره ان في مثلا فئه في نجع حمادي كانوا بيتكلموا اكتر على صراعات على اراضي او صراعات خلافات تجاريه لو واحد مسلم واحد مسيحي دي كلها مؤشرات في ناس منهم مثلا دورها انها تراقب الخطاب الاعلامي على الفيسبوك ولو في خطاب متشدد ناحيه الاخر بيزيد لو في وتيره زياده ده مؤشر معناها ان احتمال يحصل حريقه في ناس بتراقب الخطاب الديني من على الطرفين لو في مثلا جماعه معينه او كنائس معينه رجال الدين ابتدى يزيد نبره التشدد في خطاب ازاي مسلمه تسمح لمسيح ياخد منك الكلام وانت قاعده كده احنا هنبتدي بالنسبه لي يعني لا ادي مؤشر الفكره ان احنا فريق عمل مش بس في يعني فريق اهل الحته احنا فريق عمل مع بعض لا انا وباسم فريق عمل في تاسيس نفسه المركز وتاسيس الشغل كله فلا بالنسبه لنا السن واحد كان في البداية فكرة التداخل بينكو وانا اسف اني بستخدم تعبير مسلم ومسيحي رغم اني مصري ومصري طول الوقت التداخل اللي جمعنا مع بعض مسلمين ومسيحيين كانت البداية نفسها دراسات ان احنا كنا بناخد كورسات في حل نزاعات يعني انا مثلا بدأت عند باسم كنت طالبة عنده كان بيدرس هل كان في حاجز ونجحتي مع نفسك انك تكسريه؟ احنا واحنا بنعرف طول الكورس ما كناش نعرف اصلا ان باسم مسلم ولا مسيحي ولما عرفت حاجه كان تحدي فظيع جدا ليه؟ ولحد اخر يوم لا عندنا جمله كده يقول لك ايه تصدق طلع مسيحي بس طيب مسيحي بس كويس زي بالظبط هي سمره بس جميله مع ان شكله ما كانش يقول انه مسيحي ابدا مش عارف ايه الشكل يعني محترم بتتقال طبعا بتتقال وبنفضل مهما كنا يعني اخذنا حاجات برضو مهارات وكورسات وحاجات بس بنفضل مش احنا اللي بنقولها يعني بس في المجتمع للاسف دي موجوده وللاسف احنا يعني لازم نقولها ان احنا مجتمع عندنا عنصريه كبيره جدا مش بس للمسيحيين يعني بقولها يعني للمسيحيين عشان بس يعني ايه مش يبقوش شايلين قوي كده لا احنا عندنا بنعاني من عنصريه مش بس للمسيحيين بنعاني عنصريه ضد المراه بنعاني عنصريه مثلا ضد اللون ما زال النوبه والسيده معناها واحد اسود شويه يعني عبد الجواب مش عارفه ايه لسه عندنا عنصريه اشكال عنصريه كثيره جدا في مجتمعنا فاحنا بمسحها في اخواني واهلي المسيحيين يعني ما تشيلوهاش جواكوا قوي هي مشكله عندنا دي ثقافه المجتمع لا علاقه ثقافه ومرض بنعاني منه كلنا يعني. طيب ناخد يعني شيخ عالم كبير الشيخ احمد ابراهيم عضو لجنه الفتوى بالاسكندريه عضو مبادره تعيش اول الحته بتتكلم عنه مساء الخير يا شيخ احمد ازي حضرتك بخير الحمد لله زي ما عندك هو انا ينفع اقول لك مساء الخير ولا لازم اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رغم انها تحيه الاسلام والله هي بص اي تحيه تقولها مقبوله ان شاء الله نعم اذا حويتم تحيه تحيه احسن منها او ردوها يعني يقول لك مساء الخير
يا اقول لك بس. السلام عليكم ورحمه الله. نعم تمام. شيخ احمد من تجربتك في اهل الحته، اهل الجدعانه كلها، اهل الجدعانه كلها من اسمها، هل انت بتجد صعوبه وانت تخاطب عقول متشدده تمسكت بهوامش في تفسيرات وكتب قديمه او متشدده، فبتجد صعوبه في التبسيط او في الشرح او في الجمع؟ وبفضل الله والاخوه يشهدوا وباسم معانا، بنمسي على باسم برضه. اهلا وسهلا شيخ احمد. الحمد لله رب العالمين. بشيء من البساطه بنوضح للناس المفهوم الصحيح بدون عصبيه بدون انفعال، بنعرفهم ان احنا الصح والصواب بتاعنا من القران والسنه وفعل الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام بيلتقي مع نصارى نجران في مسجده، ولما يلتقي ولما يوحي يعود طفل يهودي او صار يهودي في بيته، في تواصل صح؟ لما يتالف ويصالح بين اهل المدينه او خزرج وانصار ومهاجرين، فيتعايش مع منافقين وكفار ويهود، اظن دي قوه. قوه في الشخصيه، قوه في الاراده، ومحتاج لقوه المجتمع، عشان كده بيوحد بينهم وبيلتقي في الفكر بسرعه، وهو رحيم بيهم. لما يموت حد غير مسلم ما يقولش احسن ويقول الكلام البايخ اللي بيتقال، لا، تفلتت مني نفس كنت اولى بها من النار. شوف سعه صدر النبي ورحمته بالناس. نعم عليه الصلاه والسلام. فاحنا اللي بعيد عن المنهج. طيب احنا اللي صحيح. طب المساله الان اتسعت بقت اكتر من مسلم ومسيحي. بتشوف الفتنه والتفتيت والحته اللي بقت حتت في مصر ازاي؟ والله هي للاسف الشديد هي لها جذور، وكنا بننادي وبنتكلم يا جماعه المسجد، يا جماعه عالم الازهر، كان البعض بيطعن في عالم الازهر ده بتاع الحكومه ده كذا ده كذا ده كذا. يا جماعه نحن لا نحيد، نحن لا نجامل، نحن لا ننصاف، احنا لا. كتاب وسنه، ما لناش مصامع سياسيه، احنا كل اللي يهمنا راحه نفسيه، سعاده في المجتمع، رخاء وبساطه. لكن الحمد لله بنصلح بقدر المستطاع، والناس بدات تتفتح وتعي. اللي عايز ينضم لاهل الحته معاكم في محافظات مصر يعمل ايه؟ ازاي يبقى عندنا في كل بلد اهل حته؟ يبقى في تواصل بيننا ان شاء الله، ممكن مع حضرتك الاستاذ بس مع السولة، يعني ما شاء الله روحه سطحه وجميل، ويديهم تليفونات ممكن. طيب هننشر تليفوناتكم وسائل الاتصال، ولو عندكم ويب سايت، لو عندكم اي فيسبوك، اي صفحات يشتركوا. بشكرك جدا الشيخ احمد ابراهيم عضو لجنه الفتوى بالاسكندريه. هطلع فاصل وهرجع من الفاصل على حاره النصارى، نشوف في حاره النصارى في ايه. النصارى بقى لهم حاره لوحديهم ولا هيخرجوا منها الى هذا المجتمع؟ نلتقي بعد الفاصل. كله دلوقتي خلاص صدره بقى يوجعه يعني.